في ابن عزيز يا استاذ ابراهيم من ولادنا اللي على السوشيال ميديا المجتهدين جدا، عمل احصائيه عجبتني، خدتها بعتها لك، عجبتك حطيناها لكم النهارده عشان تعرفوا ان كلمه اعظم نادي في الكون هي ترجمه لانجازات وليست قعده تباهي وتفاخر. كل البطولات اللي دخلها النادي الاهلي منذ نشاته هو صاحب الارقام القياسيه بتاعتها. حاجه كده حصلت على مستوى العالم في كده يا استاذ ابراهيم؟ كل بطوله يشارك فيها ياخد رقمها القياسي. كل بطوله يشارك فيها يحقق الارقام القياسيه بتاعتها. حاجه ظاهره. هو اعلى حد يفوز بيها. ولذلك لما تقال اعظم نادي في الكون لانه هو الوحيد اللي بيعمل دي، اللي يقدر يعمل دي او عملها. احنا بنتكلم على نتائج، بنتكلم على حقائق، بنتكلم على واقع وليس وجهات نظر. هستعرض معاكم الاحصائيه اللي ابننا ده عاملها، وباذن الله هي يعني احنا شيكنا عليها من مصادر اخرى طبعا فيها دقه بنسبه عاليه جدا. هو قسمها بطولات محليه، بطولات قاريه، بطولات عربيه. طيب في المحلي النادي الاهلي صاحب الرقم القياسي 42 لقب في الدوري. في الدوري يمكن اللي بعديه الزمالك 12 لقب، وبعد كده ياتي الاسماعيلي والترسانه وكده. اللي حصلوا الدوري المحله مره والاولمبي مره والترسانه مره بالمسمى بتاع الدوري العام، غزل المحله والاسماعيلي والترسانه والمقاولين والزمالك. الزمالك بقى 12 مره. الاولمبي طبعا، والاولمبي مع سليمان عزت كان عامل فريق مرعب. اذا في بطوله الدوري الاهلي صعب رقم مش قياسي يعني اعجازي. اللي حصلني كسر. طيب كاس مصر منذ نشأة كاس مصر 36 لقب. اقدم بطوله على فكره في المسابقات المحليه في افريقيا تقريبا. طبعا ما هو موسم 22 23 يعني سنتين ونحتفل بمئويه الكاس. ما هو النادي الاهلي هو مصر هي صاحبه اعرق دوري يعني في افريقيا. فالاهلي عنده كام كاس؟ 36. 36 ده هو رقم قياسي. وهو رقم قياسي. احنا ما عملناش جدول مقارنه عشان مش معنيين احنا بالمقارنه باي حد تاني. احنا بنقول دلوقتي ارقامنا القياسيه. الاهلي ينافس الاهلي في هذه الارقام، يعني عندما يكسر النادي الاهلي رقم بيكسر رقمه كمان ثم رقمه. ثم رقمه ثم رقمه ثم يعني رقمه. الاهلي واقف ورا منه اربعه اهلي. السوبر المصري 11 مره رقم قياسي. دوري منطقه القاهره 15 مره رقم قياسي. يعني حتى في القديم والجديد. ما انا بقول لك منذ نشاته اهو. كاس السلطان حسين 7 مرات رقم قياسي. اي بطوله يشارك فيها الاهلي يفضل هو الالفا. في بطولتين اتعملت مره واحده. الجمهوريه العربيه المتحده والاهلي احنا جبنا لهم الكاس هنا الحاجه التحفه التحفه الفنيه. اتلعب مره واحده. خدها الاهلي. خدها الاهلي. كان بين بطل سوريا وبطل مصر. الشمالي والجنوبي، وخد النادي الاهلي في النهايه ب5-0. طيب كاس الاتحاد المصري التنشيطي عملوا بطوله تنشيطيه مره كده برضه في 90 لما المنتخب راح كاس العالم الاهلي اللي خد. وما اتكررتش. ودي بطوله كانت لإلغاء الدوري وكان وبرضه الاهلي بديله. طيب البطولات يعني في كل البطولات المحليه يا جماعه كل بطوله الاهلي شارك فيها بقى هو رقم واحد في مرات الفوز بيها، وده مش موجوده لاي فرقه في العالم. البطولات القارية بقى الفضل. البطولات القارية يا شباب اكتبوا ورانا. دوري ابطال افريقيا التاسعة يا اهلي، دي التاسعة وجات التاسعة وضع 3 بفعل فاعل، كان هيبقى رقم غير مسبوق، وكان هيبقى مشاركة في بطولة الاندية اللي هي احنا نمرة 2 فيها. بعد اوكلاند في الاوكيانوس مفيش غيره تقريبا، لكن في افريقيا لا، في غيره وغيره وغيره، بس الاهلي بيعمل كأس السوبر الإفريقي. السوبر يعني 9 مرات لدوري الأبطال رقم قياسي. طيب السوبر الإفريقي 6 مرات، هو المفروض إنه شارك 8 مرات خد 6 مرات. ولا أكتر من 8 يعني ما أعرف، إنما 6 مرات هو رقم قياسي يخص الأهلي. ما هي قبل كده البطولة مستحدثة. أولها كانت 94 الكونفدرالية.
اشتركنا مره خدناها. ابطال الكؤوس 4 مرات وده رقم قياسي. طبعا الزمالك خدها بعدين. بس انت رقمك القياسي فيها عدد مرات الفوز بيها يشاركنا فيها الزمالك. الزمالك خد دوري الابطال فيها ساعتها. لا ابطال الدوري انا بتكلم على الكونفدراليه. احنا خدناها مره وزمالك مره. الكونفدراليه اشتركنا اكتر من مره وخدناها مره. كنا اول فريق يدخلها مصر. اول فريق يدخلها مصر. برضه ده اذا كان يعني عايز تعتبره سابقه رياده. كاس ابطال الكؤوس اللي هو القديم بقى. على قديمه. ايوه 4 مرات وده رقم قياسي. وانت محتفظ بالكاس عندك. الكاس الافرو الاسيويه مره. ده مش رقم قياسي. الزمالك عنده لقبين. والبطوله وقفت يعني. والبطوله لو كملت فانت ده رقم قياسي. انت بعد كده لم تشارك لاعتذارك عن البطولات. طيب البطولات العربيه كاس العرب لان كل المرات اللي شارك خلي بالكوا يا جماعه ما هو الاهلي مش منتظم في البطوله العربيه. ممكن تلاقي انديه هنا انا بتكلم على المشاركات. اشترك اكسب. البطوله العربيه للانديه ابطال الدوري مره، ابطال الكاس مره، كاس السوبر مرتين. مجمل بقى ده الرقم. الرقم بقى الايه اللي فيه التقيله بقى 139 بطوله. 139 بطولة متنوعه وده رقم قياسي عالمي. منهم البطولات المحليه 113، بطولات قاريه 21. ال 139 بطوله متنوعه دي يا باشمهندس رقم قياسي لوحده. رقم اعجازي.138 ببطوله 39. ما هو بقى 39 دلوقتي. ايوه ما هو اللي عمل الاحصائيه دي عملها قبل قبل الماتش. بطوله هو كمان مع يعني هو لما تضيف على البطولات اللي احنا قلناها البطولات العربيه 4 توصل ل 139 بطوله. طب على مستوى العالم بقى في الوصول الى كاس العالم للانديه قلت لك احنا رقم 2. طب في اكثر الانديه حصولا على الالقاب العالميه احنا رقم 2 بعد ريال مدريد. يا رب نقدر نكسب السوبر ونقرب منه لان انت عايز تعلق فيه حاجه. هقول لك حاجه مهمه. الاهلي نادي القرن في افريقيا. 139 بطوله على مستوى العالم رقم اعجازي. هيكون النادي الاهلي هذا الاعظم الانديه في الكون اللي بيلعب كره قدم رقم واحد فيه النادي الاهلي المصري ب 139 بطوله متنوعه استعرضها معاكم الباشمهندس عادل. لكن لما حبوا يفصلوا القرن ال 21 لوحده احنا اولاد النهارده واعتقد ميرور الانجليزيه كانت اهتمت بده. هو ايه كشف حساب الانديه؟ ايه حساب الانديه في القرن الجديد بمناسبه مرور 20 سنه على بدايه القرن؟ الاهلي المصري رقم واحد على مستوى العالم بقى. على مستوى العالم في القرن في ال 20 سنه اللي في القرن الجديد في كل البطولات المتنوعه الاهلي 43 بطوله، بايرن ميونخ 40 بطوله، ويتوالى بعد كده لغايه ال 12. هتلاقوا برشلونه عنده 34، بورتو عنده 33، ريال مدريد عنده 30. الاهلي الاول عالميا في كل بطولات كره القدم في ال 20 سنه الاولى من القرن الجديد. طب انت نكشتني في حته القرن ال 21 دي علشان كل الجدل الذي اثير في البطوله اللي فاتت كان اثير على المعايير. طب في القرن ال 21 هو ايه المعايير اللي بتطبق؟ ما هي نفس المعايير. ومحدش قال المعايير دي لانه مش لاقيين فرصه لان الاهلي شارخ. عارف الاهلي شارخ لغايه فين؟ فاذا المساله مش مساله معايير. مساله منهده. فانت مساله انك دي القاب، دي عدد الالقاب. يعني انت خلاص بعد المعايير الجديده بقى خلاص دي عدد الالقاب. انت بتتكلم في عدد الالقاب. احنا بنتكلم بقى اللي خد باله بقى على المعايير الجديده. طيب الاهلي المهندس عادل قال لكم الاهلي شارخ بعيد. لما اضيفت الالقاب القاريه بقى الاكثر تتويجا في البطولات القاريه بين انديه القارات المختلفه
الاهلي بينافس مين؟ زي ما الكابتن الخطيب قال للعيبه من كام يوم في حفل التكريم، خدوا بالكم احنا بننافس ريال مدريد، خدوا بالكم دي قيمه الاهلي ودي مكانه الاهلي. الاهلي باللقب الاخير بقى عنده 21 لقب قاري في تاريخه، 21 لقب قاري في تاريخه. يا جماعه شوف الانديه اللي بعديه، ريال مدريد 26، شوف اللي بعديه اندبندنت الارجنتيني 18، هتلاقي الميلان 18، بوكا جونيور الارجنتيني 18، ليفربول 14، بايرن ميونخ 13، لا برشلونه 17، برشلونه 17. شايفين القايمه العالميه لاكثر الانديه تتويجا بالبطولات القاريه حتى الان على سطح البسيطه، مخليه الاهلي رقم 2 بعد ريال مدريد. ولذلك لما تقول اسم الاهلي على المستوى العالمي في صدى، في ناس متابعه الكلام ده. هو انت 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 النهارده مؤكد ان الانديه دي كلها بص على الاهلي، اللي عايز يلحقه واللي عايز يسبقه.